الآن سوف ننتقل إلى معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية والموجود معنا عبر الهاتف. نرحب بك معالي الوزير معالي الدكتور ثاني في هذه التغطية المباشرة لوقائع زيارة الدولة التي يقوم بها سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. أود أن أبدأ معك عن أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالجمهورية الفرنسية. أشكر يا أخوي سيد، الله يعطيكم العافية على التغطية المتميزة لزيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد زايد الله حفظه رئيس الدولة إلى فرنسا. أول زيارة رسمية دولية لسيد صاحب السمو تعكس الأثر الإيجابي لنقل الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا إلى مستوى استراتيجي غير مسبوق. طبعا من خلال زيارة سيدي صاحب السمو دولة الإمارات تتطلع إلى توسيع قاعدة استثماراتها تنويعها في جميع المجالات وليس فقط في القطاع الاقتصادي، والاستفادة من فرنسا كأحد أهم الأسواق الاستراتيجية عالميا إذا ما كانت أوروبيا. طبعا كان هناك زخم كبير في نمو العلاقة التجارية الاقتصادية الاستثمارية بين دولة الإمارات وفرنسا خلال السنوات الماضية. الأرقام تتكلم عنها شهدنا خلال السنوات الأخيرة في تسارع في هذه العلاقة الاستراتيجية في المجال الاستثمار الاقتصادي الثقافي الإبداعي الاقتصاد الطاقة والطاقة المجددة وأيضا العلاقات المختلفة. كان هناك أيضا في توثيق لهالعلاقة من خلال تأسيس مجالس الأعمال الإماراتية الفرنسية للأعمال، العلاقات في التمويل وغيرها. طبعا زيارة سيد صاحب السمو اليوم لفرنسا تفتح لنا مجالات أخرى بتقوي شبكة العلاقات بينه وبين فرنسا وبين جميع الشركان الموجودين في فرنسا. وفرنسا تشكل أيضا لدولة الإمارات هي بوابة أيضا على الغرب وعلى أوروبا، كما نشكل نحن بدورنا أيضا معاليك بوابة على الشرق وعلى المنطقة العربية والشرق الأوسط. ما هي دعائم هذه الشراكة المتينة المميزة بين البلدين؟ على ماذا ترتكز هذه الشراكة وأهم ملفات التعاون معاليك؟ طبعا يمكن قياس نجاحات الشراكه المتينه بين دوله الامارات من خلال الاستثمارات الكبيره اللي تم القيام فيها خلال السنوات الماضيه. طبعا توجهات قيادتنا من ايام الوالد المؤسس كملها الشيخ خليفه الله يرحمه والان بقياده سيد صاحب السمو الشيخ محمد زايد تاكد على تعزيز وتنويع الاستثمارات المتبادله بين الدولتين. كان ساهم طبعا بشكل كبير قاعده الاستثمارات الاماراتيه بالسوق الفرنسي ابرزها طبعا من موانئ دبي، نتكلم عن شركه ابو ظبي للاستثمار، البنوك الاستثماريه، جهاز ابو ظبي للاستثمار، الطيران، الخطوط المتواصله، مبادره التنميه وايضا الاستثمارات في الطاقه المجدده من خلال المصدر، وايضا شركاتنا الوطنيه. العلاقه هذه مبنيه على مؤشرات اقتصاديه ضخمه وقويه، نتكلم على رصيد تراكمي من الاستثمارات الفرنسيه في دوله الامارات يصل الى تقريبا 16.5 مليار درهم بنهايه عام 2019، واستثمارات اماراتيه تصل الى 3 مليار درهم، واليوم نشوف نقله نوعيه في هذه الارقام ان شاء الله. طبعا ملف التجاره ملف حيوي، نتكلم على نمو كبير صار خلال السنه الماضيه في التبادل التجاري وصل ل 25 مليار درهم فيما بيننا بنمو ما يقارب 28% مقارنه بارقام 2020. اذا نتكلم على العشر سنوات الماضيه كان هناك نمو تقريبا بنسبه 8% خلال العشر سنوات من عام 2012 لعام 2021. يبين هذه ان هناك في رتم في النمو بين العلاقه، والمتاكدين من خلال هذه الزياره العلاقه بترتقي الى مستوى اكبر باذن الله. باذن الله رب العالمين. وكما تفضلت في العشر سنوات الماضيه ارتقت بنسبه 8% واليوم هي مرشحه ايضا للارتقاء اكثر واكثر. اود ان اسالك معاليك عن النقاشات التي ستدور اليوم واي ملفات ستتناول. النقاشات طبعا بتكون متنوعه، العلاقه الاستراتيجيه اذا تتكلم على العلاقات النقاشات العسكريه الامنيه للمنطقه والعالم، الحديث الدائر اليوم او ليش يشغل بال الجميع اذا تتكلم عن امن الطاقه وامن الغذاء اللي هو محور رئيسي في جميع النقاشات الدوليه، وايضا بيكون هناك في توقيع اتفاقيه لشركه ادنوك مع شركه توتال في قطاع الطاقه. ايضا بيكون في نقاش بشكل مفصل لامن الغذاء والاستثمارات المشتركه
في دول أخرى واللي هي تكون مصب اهتمام للجميع منها قارة أفريقيا بشكل عام. ولكن ما ننسى القطاعات الرئيسية الاستراتيجية، إذا كان نتكلم عن الاتصالات، التكنولوجيا، التعليم، التصنيع والتعدين، واللي هو جزء رئيسي من استراتيجية دولة الإمارات في المرحلة القادمة. نكمل بعض الدولة كدولة الإمارات مع فرنسا في الأسواق المختلفة. إذا نتكلم عن دولة الإمارات، إحنا بوابة لأفريقيا بشكل عام، وبوابة للشرق الأوسط، وبوابة أيضا لآسيا وشرق أو جنوب آسيا. فرنسا بالنسبة لنا أيضا عندهم خبرات قوية في قارة أفريقيا اللي ممكن نكمل فيها بعض. في بعض الأسواق منها دولة الإمارات وفرنسا من أقوى المستثمرين وأقوى دول مصدرة ومستوردة من هذه الدول، خاصة قارة أفريقيا. دولة الإمارات فرنسا من خمس أكبر دول لاعبين رئيسيين في هذه القارة، واللي نشوفها نكمل فيها بشكل كبير. دولة الإمارات تتميز أيضا بتحفيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وهذا دائما يكون محور في كل نقاشاتنا مع الجانب الفرنسي، واللي هو بيكون محور من محاور النقاش إن شاء الله خلال زي صاحب السمو اليوم في فرنسا. نعم، إذا كنت معنا معالي الوزير ثاني السعودي وزير دولة للتجارة الخارجية، شكرا جزيلا معاليك على وقتك وعلى الإفادة. شكرا يا أخوي سعد. الله يحفظك، الله يحفظك.